هل الحضارة الفرعونية فعلاً أقدم حضارة على وجه الأرض؟ ما هو سر الاكتشاف المذهل في مدينة الكويت والتي غيرت نظرة العالم نحو التاريخ المدون؟ ما هي أبعاد هذا الاكتشاف المذهل في مدينة الكويت؟ وأخيراً، ما هو الدليل على مدى قدم هذا الاكتشاف المذهل؟ تابعوا معنا هذه الحلقة المثيرة، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن تحوز على إعجابكم جميعاً. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. تمكن علماء وآثار مخضرمون عاملون في دولة الكويت العربية الشقيقة من اكتشاف وصف بالمذهل بكل ما تحمله الكلمة من معان، وذلك كان في موقع بحر واحد الأثرية، وذلك موجود في الساحل الشمالي لخليج الكويت، مؤكدين أن هذا الاكتشاف المذهل قد يغير المعتقدات السابقة حول بداية الحضارة الإنسانية المتطورة المعروفة. وقد أعلن فريق علماء الآثار برئاسة البروفيسور بيوتر بلينسكي من المركز البولندي لعلم الآثار المتوسطي في جامعة وارسو، والذي تضمن عالمي الآثار الكويتيين سلطان الدويش وحميد المطيري، عن اكتشافهم مدينة المعبد التي يبلغ عمرها 7500 عام. وحول تفاصيل الكشف، فقد عثر العلماء على معبد جديد تماما وساحة عامة كبيرة، وهو الأمر الذي جعل من اكتشفوا المدينة يتحدثون عن وجود مجتمع متقدم لدرجة كبيرة جدا في هذا التوقيت من الزمن حسب التاريخ المدون. وضمت هذه المدينة حضارة عبيد، وقتها أول مستوطنين زراعيين قرروا الانتقال جميعا إلى المنطقة، والتي عرفت بعدها باسم مدينة سومر، والتي تقع في حدود المنطقة الجنوبية من بلاد ما بين النهرين القديمة على الخريطة. وقد قال البروفيسور بلينسكي: تشير المؤشرات إلى أن الآثار تعود لمبنى ذو وظيفة طقوسية دينية ويجمع بين عناصر حضارة عبيدة. وقال أستاذ الآثار والإنثروبولوجيا في جامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني: إن ما عثر عليه في الكويت من اكتشاف أثري مذهل يعود إلى فترة العبيد، وهي مهمة جدا في تاريخ البشرية، إذ تشكل ثقافة الإنسان في نهاية العصر الحجرية، ومهدت لظهور أقدم حضارة في التاريخ، وهي حضارة سومر. وقد تثبت المزيد من الأبحاث أن هذه المباني هي الأقدم من نوعها، ليس فقط في الكويت، ولكن أيضا في منطقة الخليج العربي كلها، وربما حتى في العالم بأسره. وقال المكتشفون إنهم قد عثروا أيضا على مساحة كبيرة جدا بين المباني، وهو ما وصفه بلينسكي بأنه ميدان أو ساحة القرية، وأضاف أن هذه المساحة تشير إلى تخطيط المدينة، وهو أمر مثير للدهشة للغاية في موقع بهذا التاريخ الكبير. وقد طالب أشكناني الجهات الحكومية المختصة بالاهتمام بالموقع وتحويله إلى متحف مفتوح للزائرين، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنقيب الأثرية. وأوضح أشكناني إلى أن الاكتشاف عبارة عن أساسات لمبنى يحتوي على مدخل وسط ساحة محاطة بالمنازل، وجميعها ضمن موقع بحر واحد في منطقة الصبية شمال جون الكويت، الذي يعود إلى فترة ثقافة العبيد، العصر الحجري الحديث المتأخر قبل 7000 سنة، وأن أساسات المبنى وما تم العثور بداخله من منطقة دائرية صغيرة تحتوي على رماد، هو مطابق تماما لنفس الضريح الذي تم اكتشافه سابقا في المدينة الأثرية ريدو في جنوب العراق، وهي تعتبر أحد أقدم المدن في العالم وتعود إلى 7400 سنة. وأشار إلى أن المميز في الاكتشاف الأثري شرقي البلاد أنه تم إعادة بنائه 3 مرات، مما يوضح استخدام المكان لفترات زمنية طويلة، مشيرا إلى أنه في عام 1923 تم الاكتشاف في تل العبيد في جنوب العراق على أدلة ثقافة مجتمع قبل ظهور الحضارات ب6000 سنة قبل الميلاد، أي قبل 8000 سنة، وانتشرت في مناطق سهول بلاد الرافدين والخليج العربية. وأردف أشكناني بأن فترة العبيد التي سميت نسبة إلى تل العبيد في جنوب العراق تعد مهمة جدا في تاريخ البشرية، وتشكل ثقافة الإنسان في نهاية العصر الحجري الحديث النيوليثي، فهي من أوائل الثقافات التي عرفت الاستيطان البشري الدائم وبناء مخطط المدينة والمنازل وصناعة الفخار باستخدام الآلة
وهي تعتبر الثقافة والفترة الممهدة لظهور الحضارات في فترة العصر البرونزي. وطالب أشكناني بالاهتمام بالموقع والتوسعة في عمليات التنقيب الأثرية، بالإضافة إلى تحويل الموقع إلى مكان سياحي باعتباره متحفا مفتوحا. وأشار أشكناني إلى أن موقع بحر واحد مهم جدا، واستطاعت البعثة البولندية اكتشاف العديد من أساسات المنازل وبقايا من الأصداف كانت تستخدم كأدوات الزينة، كما عثر على أكثر من 16,000 قطعة فخارية في الموقع من فترة العبيد. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.